الرزق لا ينحصر في مال أو طعام، رزق الله واسع. قد يكون الرزق في أصدقاء طيبين، في طمأنينة وراحة بال، في نومة هنيئة وسقف يقيك الحاجة والذل، في منظر يسر خاطرك ويغير مزاجك، في شخص يحبك ويتحمل أخطاءك، في كلمات جميلة تقرأها. الرزق قد يكون في حنان أم أو أب، في كتف محب تبكي عليه، في جلسة أخ أو أخت تزيح الهم، في احترام من حولك، في هدية تتلقاها من عزيز، في قدرتك على خدمة نفسك. في كل شيء لنا رزق من الله.